ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما. بفتح كده جوجل لقيت ناس كتير جدا بتسرش عن توقعات او مؤشرات لنتيجة التنسيق في الثانوية العامة والكليات هذا العام. طبعا لسه ما فيش حاجة ظهرت، ولكن انا حابب اقول لك على حاجة مهمة جدا. بس قبل ما اقولها، تأكد ان انت مشترك في القناة، في زرار احمر مكتوب عليه كلمة اشتراك تحت على طول اسفل الفيديو، اضغط عليه وفعل الجرس، خليه مفعل على الكل، واضغط لايك للفيديو. عايز الفيديو ده يوصل لأكتر من 1000 لايك عشان يوصل لكل زميلك، وتعمل كمان مشاركة وتجيب زميلك كمان في التعليقات تحت عشان تشوفوا توقعات التنسيق. طبقا لموقع الوطن، جريدة معروفة جدا، قالت ان السنة دي ممكن التنسيق يزيد 1% او يقل 1%. تنسيق الكليات ممكن يزيد 1% او يقل 1% عن تنسيق سنة 2019 السنة اللي فاتت. طب انا دلوقتي عاوز اعرف تنسيق 2019 للكليات اعمل ايه؟ ولا تقلق، انا سايب لك على طول اسفل الفيديو تحت مقاله فيها جميع الكليات خدت من كام سنه 2019 السنه اللي فاتت. هسيب لك المقاله دي في صندوق الوصف، واسيبه لك في اول تعليق، التعليق المثبت، عشان تدخل تشوفه وتشوف كل كليه خدت من كام وموجوده فين، وتبدا تطابقها مع نتيجتك ومجموعك في الثانويه العامه السنه دي. ما تنساش، هسيب لك المقاله دي في اول تعليق وفي صندوق الوصف. ابدا ان انت تشوفهم وتوفق كده عشان تشوف الرغبات بتاعتك، وربنا يا رب يوفقكم ان شاء الله وتدخلوا الكليات اللي بتحبوها، وربنا يا رب يكبر بخاطركم ان شاء الله. كنت معاكم يحيى داود، مع السلامة.